السلام عليكم، اسمي آلاء الجمل، أنا من فلسطين. أنا اخترت الجامعة الأمريكية في الشارقة لأنها جامعة معترفة دوليا وعالميا، وهي جامعة بتوفر لك فرص عمل جيدة لما بعد ما تتخرج. وبس أنا اضطريت أن أدخل برنامج اللغة الإنجليزية في الجامعة لأنه لازم أطور شوي لغة الإنجليزية. وهي كانت هذا البرنامج كان صعب، لكن كان ممتع بالنسبة لي كمان، لأنه بتتعرف على ناس جديدة، بتشوف ناس عندهم نفس المشكلة تبعتك وبتحلوها مع بعض. وفي الختام بحب أحكي شكرا لكل المعلمين اللي درسوني ولكل حدا ساعدني أني أطور لغتي. وفي الحفل الختام الفصل أنا حصلت على هدول الشهادتين، AO Study Skills Certificate و Greatest Improvement in ELP 200 Section 6.